السلام عليكم من جديد أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أتمنى أن يكون الكل بخير وعلى ألف خير، دائما في إطار التعليم عن بعد ودائما في إطار إكمال سلسلة الدروس. إذا فهذا الدرس هو موجه لتلاميذ أولى باك علوم رياضية وعلوم تجريبية خيار فرنسية بالثانوية التأهيلية ابن حزم التابعة للمديرية الإقليمية الحي الحسني. إذا توقفنا بالنسبة لدروس الجغرافية، إذا عند درس مهم وهو الاتحاد الأوروبي نحو الاندماج الشامل. إذا هذا الدرس هو الذي سوف نتطرق إليه بالنسبة لهذه الحصة. إذا فالاتحاد الأوروبي، إذا كما تعلمون فهو نموذج من التكتلات الجهوية على غرار ما تم الإشارة إليه بالنسبة للدرس السابق، إذا المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا قلنا أنها تنضم إلى تكتل جهوي يسمى بألينا. إذا فمن بين التكتلات الجهوية الأخرى نجد الاتحاد الأوروبي الذي تأسس سنة 1957 بموجب معاهدة روما. إذا يضم 28 دولة مع انسحاب بريطانيا سنة 2020. إذن هذا الاتحاد الأوروبي نحو إذن كإتمام للعنوان نحو الاندماج الشامل. إذن فبالنسبة لأهداف المسطرة لهذا الدرس أهداف التعلم وهي وفق الإطار المرجعي، إذن نجد مظاهر الاندماج بين دول الاتحاد الأوروبي، ثم بعد ذلك سوف نتطرق إلى العوامل المساعدة على اندماج دول الاتحاد الأوروبي، ثم نجد إذن معيقات الاتحاد الأوروبي أو المشاكل التي تعيق اندماج الاتحاد الأوروبي أو تحديات الاتحاد الأوروبي. إذن فهي نفس التسمية. إذن كما تلاحظون أن هذه الأهداف تحترم نهج المادة وهو الانطلاق بالمظاهر، ثم أي مرحلة الوصف، ثم العوامل مرحلة التفسير، ثم المعيقات أو التحديات أو المشاكل التي تعيق اندماج الاتحاد الأوروبي، وهنا نقصد التعميم. ثم بعد ذلك دائما في إطار الإطار المرجعي المفاهيم المركزية لهذا الدرس وهي الاندماج الشامل. فالاندماج الشامل فهي مرحلة متقدمة من الاندماج يسعى معها الاتحاد الأوروبي إلى تقوية العلاقات والتلاحم الاقتصادي والمالي والاجتماعي بين دوله، أي أن دول الاتحاد الأوروبي سوف تصبح في علاقة تلاحم قوي. إذا من الناحية والاندماج بشكل كلي من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية بين دوله. إذا للإجابة على المقطع الأول المتعلق بمظاهر الاتحاد الأوروبي، إذا أول شيء سوف نتعرف ضمن المظاهر مراحل تكوين الاتحاد الأوروبي. إذن فالاتحاد الأوروبي إذن مر بمجموعة من المراحل. إذن أول مرحلة وهي التي امتدت بين سنة 1951 إلى حدود سنة 1957. إذن هذه المرحلة إذن كان يسمى المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ. إذن ضمت ستة دول، إذن وهي فرنسا، ألمانيا الغربية لأن ألمانيا كانت منقسمة إلى قسمين إذن بعد الحرب العالمية الثانية، ثم لدينا إيطاليا ودول البينيليكس والمقصود بها هولندا بلجيكا ولوكسمبورغ. إذن الهدف من هذه المجموعة إذن هو التعاون في إنتاج المواد الأولية والمقصود بها الفحم وأيضا الفولاذ. ثم بالنسبة للمرحلة الثانية إذن وهي مرحلة امتدت ما بين 1957 إلى حدود سنة 1992، إذن سميت بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية. إذن تأسيس هذه المجموعة إذن تأسست بموجب معاهدة روما إذن الموقعة سنة 1957 إذن من طرف الدول الست السابقة، إذن المقصود بهم فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا ثم دول البينيلوكس. إذن بالنسبة للهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو التعاون الاقتصادي
المشترك. إذا التعاون على مستوى القطاعات الاقتصادية الثلاث المشترك بين مختلف هذه الدول. إذا بعد إذا في إطار هذه المرحلة أيضا ضمت دول أخرى وهي بريطانيا والدنمارك وإيرلندا سنة 1973، ثم سنة 1981 انضمت اليونان، بعد ذلك سنة 1986 انضمت كل من إسبانيا والبرتغال. إذن هذه المرحلة الثانية، مرحلة المجموعة الاقتصادية الأوروبية. ثم لدينا المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي تم إطلاق اسم الاتحاد الأوروبي على الاتحاد الأوروبي حاليا، وهي مرحلة امتدت منذ سنة 1992 إلى حدود الآن. إذن هذه المرحلة إذن تأسس فيها الاتحاد الأوروبي، إذن تأسيس الفعلي بموجب معاهدة ماستريخت. إذن ماستريخت وهي مدينة هولندية، إذن توقعت أو وقعت سنة 1992 من قبل 12 دولة، وهي الدول التي شكلت الاتحاد الأوروبي أو شكلت الاتحاد الأوروبي سابقا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية. ثم أهداف هذه أو هذا الاتحاد التأكيد على قيم الحرية ثم الديمقراطية ثم حقوق الإنسان والهوية الوطنية لكل بلد عضو، ثم خلق مجال موحد تلغى فيه القيود والحواجز الجمركية بين الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي. أن الاتحاد الأوروبي الدول المشكلة داخل هذا الاتحاد تسمح لها في التنقل، حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين مختلف الاتحاد مكونات دول الاتحاد الأوروبي، ثم سياسة نقدية موحدة. هذه المرحلة تميزت أيضا بانضمام أعضاء جدد على غرار المراحل السابقة. إذا انضمت النمسا وفنلندا والسويد سنة 1995، إذا انضمام ثلاث دول. ثم سنة 2004 انضمت 10 دول وهي استونيا، ليتونيا، ليتوانيا، بولونيا، تشيك، سلوفاكيا، هنغاريا، سلوفينيا، مالطا وقبرص. إضافة إلى سنة 2007 انضمت كل من رومانيا وبلغاريا. وفي سنة كرواتيا انضمت أو في سنة 2013 انضمت كرواتيا. إذن هي مراحل تكوين الاتحاد الأوروبي. إذن فهذه المراحل تنتمي إلى مظاهر الاندماج المجالي، أن الاتحاد الأوروبي أصبح كتلة مجالية واحدة. إذن سوف نتعرف دائما في إطار مظاهر الاندماج المجالي إلى توطين الدول التي شكلت الاتحاد الأوروبي. إذن المطلوب هنا توطين البلدان المؤسسة لسنة 1957 بموجب معاهدة روما، ثم الدول التي انضمت سنة 1973، ثم الدول التي انضمت سنة 1981 وهي بلد واحد، ثم الدول التي انضمت سنة 1986، ثم لدينا توحيد ألمانيا أي ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، ثم لدينا الدول التي انضمت سنة 1995، ثم الدول العشرة التي انضمت سنة 2004، والدول التي انضمت سنة 2007، ثم كذلك الدولة التي انضمت سنة 2013. إذن هي الدول أو السنوات التي انضمت فيها جميع الدول الاتحاد الأوروبي. إذن المطلوب هو توطين المعطيات. إذن كما تلاحظون لدينا دعامة وهي عبارة عن خريطة صماء للاتحاد الأوروبي. سوف نقوم بتوطين الدول التي أسست الاتحاد الأوروبي سنة 1957 بموجب معاهدة روما. إذن فهي كالتالي، نجد فرنسا، ثم إيطاليا، ثم دول البينيلوكس. إذن بينيلوكس نسبة إلى بداية الأسماء الدول الثلاث وهي هولندا أو عفوا لدينا ألمانيا الغربية قبل دول البينيلوكس. إذن لدينا إيطاليا، فرنسا، ألمانيا الغربية، ثم لدينا هولندا، ثم بلجيكا، ثم لوكسمبورغ. إذن في بداية الأسماء الثلاث إذن سميت بالبينيلوكس، دول البينيلوكس وهي ثلاث دول. إذن هذه المرحلة تميزت
لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية بين 6 دول. ثم لدينا البلدان التي انضمت سنة 1973 وهي إيرلندا، ثم المملكة المتحدة، ثم لدينا الدنمارك، إذن 3 دول: إيرلندا، المملكة المتحدة، الدنمارك. ثم بالنسبة للدولة التي انضمت سنة 1981 وهي اليونان، ثم الدولة أو الدول التي انضمت سنة 1986 لن نجد البرتغال وإسبانيا، لأن دولتين فقط. وبالنسبة لتوحيد ألمانيا فتوحدت سنة 1990، لأن توحيد ألمانيا، لأن ألمانيا الشرقية والغربية، وبالتالي ألمانيا الشرقية انضمت أيضا للاتحاد الأوروبي. ثم سنة 1995 لن تميزت بانضمام كل من النمسا، ثم السويد، ثم فنلندا، بينما سنة 2004 إذن هي السنة التي تميزت بانضمام 10 دول وهي مالطا كما تبين الخريطة، ثم قبرص، ثم استونيا، ثم ليتونيا، ثم ليتوانيا، ثم بولونيا كما توضح، ثم تشيك وسلوفاكيا، ثم هنغاريا، ثم سلوفينيا، وهي الدول العشر. ثم لدينا دولة انضمت أو دول انضمت سنة 2007 وهي دولتين، والمقصود بها رومانيا ثم بلغاريا. ثم لدينا الدولة الأخيرة التي انضمت للاتحاد الأوروبي وهي كرواتيا سنة 2013. إذن هي مظاهر الاندماج المجالي لدول الاتحاد الأوروبي. بعد ذلك إذن جدول يبين تطور الاندماج المجال الأوروبي كما تم التعرف سابقا منذ سنة 1951 إلى حدود سنة 2013 أو بداية التأسيس الفعلي سنة 1957. ثم بالنسبة بعد التعرف على مظاهر الاندماج المجالي، إذن سوف نتعرف على مظاهر الاندماج على المستوى الفلاحي. إذن فلاحيا اعتمد الاتحاد الأوروبي سياسة فلاحية مشتركة بموجب معاهدة روما، إذن هذه السياسة الفلاحية المشتركة إذن تقوم على حرية أو على الاهتمام بتصنيع المنتجات، ثم أيضا المنتجات الأساسية، وأيضا الاهتمام بالصيد البحري والمنتوجات التحويلية الأولية. إذا دخلت هذه السياسة الفلاحية المشتركة سنة حيز التنفيذ سنة 1962 تم العمل بها. إذا مكنت هذه السياسة الاتحاد الأوروبي من توفير قسم من حاجياته ودعم صادراته، أنه لم يعد مرتبطا باستيراد المواد الفلاحية، وأيضا مكنته من قيام بتصدير المنتوجات الفلاحية إلى خارج الدول. إذن هذا على مستوى مظاهر الاندماج الفلاحي. ثم لدينا تجاريا وخدماتيا، إذن هذا على مستوى الاقتصادي. إذن تجاريا وخدماتيا عمل الاتحاد الأوروبي طبقا لمعاهدة شنغن. إذن فمعاهدة شنغن بلوكسمبورغ تم التوقيع عليها من طرف 5 دول، إذن سنة 1885 أو سنة 1985. إذن تنص هذه المعاهدة على إلغاء التدريجي للمراقبة الحدودية، أي أنها أصبحت حرية تنقل الأشخاص. إذن فالمواطن الأوروبي أصبح له الحق في التنقل من دولة إلى دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي بدون جواز سفر، إذن حرية التنقل التدريجي أو إلغاء التدريجي للمراقبة الحدودية. ثم أيضا بعد توقيع الفصل الوحيد تم إنشاء سوق أوروبية واسعة أو سوق الموحدة. إذن هذه السوق تمكن من تبادل السلع ثم الخدمات بين مختلف
دول الاتحاد الأوروبي 28. ثم بعد ذلك هذا على مستوى الخدمات. ثم لدينا على مستوى الصناعي، فعلى المستوى الصناعي هناك تعدد المجالات التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي. إذا على مستوى بين المظاهر هو مشروع صناعة طائرة إيرباص، إذا طائرة إيرباص التي تنافس العملاق الأمريكي طائرة بوينغ. إذا نجد شاركت فيها مجموعة من الدول أهمها فرنسا ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا. ثم أيضا من مظاهر الاندماج على المستوى الصناعي نجد إذن صاروخ إيربان، إذن إيربان أيضا من الصواريخ التي تطلق من أجل الأقمار الصناعية وبين مظاهر الاندماج الصناعي. إذن لدينا إيرباص ثم إيربان ثم على المستوى الصناعي، هذا على المستوى. ثم لدينا على المستوى المالي، إذن فعلى المستوى المالي إذن شرعت جل بلدان الاتحاد الأوروبي، إذن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي على استعمال عملة نقدية موحدة وهي الأورو. إذن فقبل الأورو كانت كل دولة بالنسبة للاتحاد الأوروبي إذن تعتمد عملتها الخاصة. إذن مثال على ذلك إيطاليا كانت تستعمل الليرة، ألمانيا كانت تستعمل المارك، بريطانيا استعملت الجنيه الاسترليني وما زالت إذن تستعمل الجنيه الاسترليني، إذن فهي من معيقات الاندماج الشامل. ثم لدينا كذلك تفعيلا لهذه السياسة الموحدة استعمال الأورو الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2002. إذا 2002 أصبحت مجموعة من الدول الأوروبية تتعامل مع الدول الأخرى أو فيما بينها بالأورو. إذا قبل 2002 كانت الدول تتعامل بعملتها الأصلية، إذا وتعرفنا على أمثلة على ذلك. هذا على مستوى المالي. إذا هناك تبين المجالات الاقتصادية، مظاهر الاندماج الاقتصادي على المستوى الفلاحي، التجاري والخدماتي، الصناعي، ثم المالي. إذن ثم أخيرا بالنسبة للمظاهر هو مظاهر على المستوى الاندماج على المستوى الاجتماعي. إذن تتمثل في حرية تنقل الأشخاص بين الدول بمقتضى معاهدة شنغن. إذن حرية التنقل تندرج ضمن ما هو اجتماعي أيضا. ثم أيضا توحيد قانون الشغل، إذن قانون موحد على مستوى القانون المنظم للشغل فهو إذن توحيد بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي، إذن وضع قانون واحد للشغل. ثم وضع برامج تعليمية مشتركة، إذن على مستوى البرامج إذن برامج تعليمية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ثم بين دول الاتحاد الأوروبي. ثم توحيد الشواهد العلمية والمهنية، إذن فمجموعة من الشباب الأوروبيين إذن يقومون ب الاشتغال او بالدراسة خارج بلدهم داخل بلد اخر في الاتحاد الاوروبي. اذا فهناك مثلا شاب فرنسي يتابع دراسته في مثلا المانيا، وهذه ثم يحصل وفق مجموعة من البرامج التعليمية اذا يحصل على شهادة، هذه الشهادة تكون معترف بها بين مجموعة دول الاتحاد الاوروبي ولها قيمة مهمة بالنسبة للدول الأوروبية. إذن هو المقصود بتوحيد الشواهد العلمية والمهنية. إذن هذا بالإضافة إلى اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في حقوق والواجبات ثم ومحاربة التمييز العنصري بكل أشكاله. إذن هذا على المستوى الاجتماعي. وهناك مظاهر أخرى إذن على مستوى المؤسساتي، إذن فمن بين أو على المستوى السياسي عفوا، من بين مظاهر إذا المظاهر على المستوى السياسي أيضا نجد إذا إصدار دستور أوروبي الذي تم إقراره سنة 2004، ولكن مجموعة من الدول من بينها هولندا رفضت هذا الدستور، الدستور الموحد أو موحد للاتحاد الأوروبي، وتم استبداله بمعاهدة لشبونة سنة 2007. إذا هو من مظاهر الاندماج السياسي للاتحاد الأوروبي. إذن إلى هنا إذن تعرفنا على مظاهر اندماج الاتحاد الأوروبي وكذلك مراحل تكوين الاتحاد الأوروبي. إذن في انتظار حصة أخرى إن شاء الله إذن سوف نقوم بإتمام درس الاتحاد الأوروبي للتعرف على العوامل التي ساهمت في اندماج الاتحاد الأوروبي، ثم التحديات التي تواجه
الاتحاد الأوروبي